صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه مرسوم رقم 74 لسنة 2022 بتعيين وكيل مساعد في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وذلك بناء على عرض وزير الإسكان والتخطيط العمراني وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه تعين سيده بلسم علي عبد علي سلمان وكيلا مساعدا لمشاريع الاسكان في وزاره الاسكان والتخطيط العمراني